السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم أحمد علي وبالخيارات الصناعية وحلقة جديدة. النهاردة أحب أقول لكم شوية نصايح للناس اللي عايزة تتاجر في الخيارات الصناعية. بالنسبة للمؤشرات، الناس اللي بتشتغل على مؤشر بتقول إنه ساعات بيظبط وساعات ما بيظبطش، ليه ما بتشتغلش على مؤشرين أو تلات مؤشرات؟ الميتا ريدر اللي هي بتستخدمها عشان خاطر تعرف اتجاهات الفوركس أو تتاجر على الفوركس، المنصة بتاعتها أنت تقدر تركب عليها بدل مؤشر واحد ثلاث مؤشرات، والثلاث مؤشرات تقدر تمشي عليهم بحيث ان الثلاث مؤشرات يدوك اشاره كلهم على نفس الوقت، بمعنى انك انت بتظبط كل مؤشر على دقيقه. هتلاقي في مؤشر بيديك بعد كل ساعه مثلا اشاره، في مؤشر ثاني بيديك بعد نص ساعه او ربع ساعه بيديك اشاره، في مؤشر بيديك بعد فتره. كل مؤشر بيبقى مظبوط ان هو يشتغل بطريقه معينه، فلما تلاقي ان الثلاث مؤشرات حصل ما بينهم ان هم يدوك الثلاث اشارات، يعني ثلاث اشارات في وقت واحد، معنى كده ان الحاجه اللي حصلت او الاتجاه قوي جدا لدرجه ان الثلاث مؤشرات اتفقت عليه ومش هيعكس. فاللي هو زي بقول لك ايه، انت كده بتاخد راي ثلاث خبره، فالثلاث خبره دول هيدوك الراي السليم. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضه اللي ممكن تستعملها اي تورو، انا مجربها اكتر من مره وقلت لكم عليها، في ناس ما بتحبهاش مش هتتداول عليها، لكن قلنا في فكره جميله جدا انك انت بتخش تفتح حساب ديمو. عن طريق الحساب الديمو ده بتبتدي انك انت تعمل كوبي للمتاجرين اللي هم الكبار الموجود في تورو، هتمشي ورا الاشارات بتاعتهم. بمعنى لما تلاقي واحد اشترى يورو دولار هتشتري يورو دولار، لما تلاقي واحد باع يورو دولار هتبيع يورو دولار، وتشوف السعر اللي عنده وتفضل ايه تنسخ الصفقات بتاعته. بس خلي بالنا ده ينفع في حاجه زي 24 اوبشن او منصات اللي هي بتتعامل زي بينر اوبشن، سوري بينر دوت كوم، دي اللي تنفع مع او مؤشرات الفوركس دي اللي ممكن انت تستعملها. انك طبعا الوقت بتاع الاتورم غير او السي اف دي، برضه لو هتشتغل على اي كيو اوبشن سي اف دي الاشارات دي هتمشي معاك، لانها طبعا لو اتجاه صاعد او هابط بيبقى ايه، بيبقى حسب المتداول انت بتمشي وراه وبتنسخ الصفقه. فطبعا الاتورم انت هتعمل حساب ديمو مجانا مش هيكلفك اي فلوس.